في سياق التطورات الأخيرة بالمنطقة والتصعيد والتهور الذي يقوم به الكيان الصهيوني بانتهاك سيادة الدول والاعتداء على ساحات متعددة، يضع المنطقة على شفا حرب شاملة لن تقف عند حدود معينة. ما يحصل في المنطقة من توجه مخيف نحو الصدام الشامل، لا سيما بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران، هو مصداق لما طرحه العراق منذ مؤتمر القاهرة بعد بدء الحرب، حيث حذر مبكرا من أن شرارة هذه المواجهات إن لم يتم إيقافه فإنه سيتدحرج إلى مختلف الجبهات ولن يقف عند جبهة معينة وسيدخل المنطقة في نفق مظلم. رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني ومن جهته عبر عن قناعة العراق بأن إيقاف حرب غزة فورا هو الحل الأمثل لإيقاف أي تداعيات قادمة، وهو مفتاح لنجاح أي وساطة مطلوبة. وفيما يتعلق بطلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من رئيس الوزراء القيام بدور لضبط إيقاع الأوضاع بالمنطقة، فإن ذلك تأكيد على أهمية دور العراق المحوري. والسؤال الأبرز هنا، هل ستنجح الوساطات العراقية في ظل تصعيد إسرائيلي خطير وفتح جبهات متعددة وانتهاك سيادة الدول وتنفيذ الاغتيالات؟